فقدت يوم 30/3، كان رايح يترزق زي هالناس. أجاني خبر استشهاده صعب جدا. كان خبر استشهاده صعب علي. كأي أم استقبلت ابنها شهيد ربته 16 سنة وهي تربي فيه، في الآخر يجيبوا لها إياه بخمس طلاق يضربوهم في صدره. برضو بقول الحمد لله على كل إشي، ورضيت في اللي ربنا قسم لي إياه. وكمان أنا فقدت بيتي، عانيت معاناة لما طلعونا اليهود وفقدت البيت تبعي. كان أصعب حاجة 30 سنة الواحد بتعب وبشقى يعمل بيته، في الآخر ما يلاقيش ولا حاجة، لاجئ في المدارس. كان يحب الناس، كان مثلا تقول له إشي كان دغري يقول لك نعم حاضر، أي شغلة يجيب لك بدك إياها كان يجيب لنا إياها. وكان يحفظ القرآن، وكان يصلي في الجامع، وكان ينظف في الجامع، وكان كل إشي يعني الحمد لله زي باقي الشهداء سبحان الله. هيك في ميزة إنه حنون 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 بدون أخوته، هي ميزة ابني اللي كانت فيه. اخر شيء اخر شيء اول ما استشفى لما استشهد دخل هو المعبر تبع ايرز عشان يشتغل في البصل والبطاطا ويترزق بقى زي هالناس. اعطاني صبره، كانت الوحيده على الصبر كله. قبل ما يخش لما خش قال لي يما خلص انا مش مطول وعندي بدي اطلع بسرعه والاقيكي على الباب واروح انا وياكي. عدى الظهر ما بينش الولد، كانت داخل الدبابه جوا المعبر ومحصره 39 نفر، وكان واحد مصوب معاه وجاي الدبابه ناحيه ابني، والشاب اخذوه المتصاوب ابني نزل تحت. اربع ايام وانا بعرفش عن ابني حاجه، في اليوم الرابع دفنت ابني، لقيت ابني بجوره نازل. كنا نشرد من مكان لمكان ونتخبى، وبرضه القصف علينا واولادنا كمان يصرخوا من الخوف وما نتحملش، وقد ما نصبر فيهم على الفاضي برضه يكونوا خايفين. عشنا معاناة صعبة في الحرب هذه، شايف انت الجوع وكل حاجة والقلة وكل اشي كل اشي. كان الطفل يقول تش انا بدي اموت، تش يقطعون اليهود زي غيره وغيراته، كان يخافوا من كل اشي. هاي المعاناة اللي عانيناها في شو اسمه في الحرب هذه. من بيتنا للمدارس كانوا يقولون اليهود هانا تعالوا هذا المكان الآمن، لكن مش مكان آمن، كانوا يضربونا فيه. يعني ما فيش مكان آمن بالنسبة لليهود، كل ما نروح مكان كانوا يضربونا، نتعرض للضرب للقصف لكله. ثاني يوم في الحرب بالضبط هي منطقتنا أول منطقة هي بلشوا فيها في الحرب منطقة السكة،
يعني وطلعنا نجري في الشارع من غير شلحين ولا النسوان حطوا على روسه، قالوا بدهم يقعدوا 10 دقائق وبدهم يقصفوا المنطقة كلها، وطلعنا على الشوارع نجري، الصغار يصيحوا والنسوان حفيات ومن غير حجابات، واللي شوي شوي قعدنا عند جيران لما ساعتين ثلاثة لما قالوا لنا روحوا على مستشفى الأندونيسي، رحنا على الأندونيسي وصياح وحزمات نارية وقصف وشظايا ومتنا، يعني وإحنا رايحين نجري يمكن كذا قصف صار عنا، وربنا يعني طلعنا من هالحرب وإحنا واصلين الطريق بعجوبة وقذايف ترتمى علينا، يعني شعور إيش بقولك لا يوصف، خوف وهلع. ولما وصلنا المستشفى غاب، قعدنا بيجي شهر ونص وإحنا قصف وعذاب ومعاناة، زي المدرسة كنا نعاني في المي وفي الغسيل وفي كل إشي وقلة أكل، ويعني وضع صعب صعب يعني ما بنوصف. فقدت جوز بنتي وخلالي ثلاث يتيمات معاي من أول حرب، وهن معاي راح دارهم وراح أبوهم، ووضع صعب يعني بعاني فيهن، ثلاث بنات بدهن أكل وبدهن شرب في الشله المعين، أهلهم في الجنوب عمامهم وهن أنا المسؤولة عنهم، وراح بيتنا وراح بيتهم وراح بيت ابني، ويعني وضع إيش بدي أوصف لك، قلت مصاري قلت أكل قلت شرب معنا، يعني كنا نكتت فيها الخبز ومن غير خبز ومن غير شيء. بالليل واحد ما يعرف ينام طول الليل، القصف عروسنا والشظايا هان وهان، يعني الواحد يقدر يطلع ولا يقدر. وبعدين كنت استشهدت، كانت تروح لعريسها على بلجيكا وبجهازها محضر، كان لم الشمل طلع لها يومين بدها تطلع، استشهدت هي واهلها 22 نفر، والله يعلم كيف الشعور كيف قضيناها حسرة على الولد، يعني الحين قرب يصير مريض نفسي على فراقها له 7 سنين وهم مرتبطين، والله يا ربي هيك بنقول ربنا بنستعين برب العالمين وطلعنا من هالأزمة قريب وتنحل. احنا شعب يعني جوعنا وانظلمنا ويعني لحتى الان منعاني، وهينا جينا من الاندونيسيا لما اجن الدبابات وطلعونا من الاندونيسيا، جينا على المدارس معنا في الخيام برود رطوبه، والله بعرف صار الاولاد فيهم مرض جلدي من العفن الخيم طول نهار نشمس، معنا في الحمامات معنا في المي، معنا الاولاد والله ظهورهم كلهم بعانوا من ظهورهم من حمل القلان المي، لا كهرب ولا اي شيء من سب من يعني ايش يعيننا على هالحياه، جوع وقله ومرض وكل شيء، يعني احنا لمتى هيك بدنا، كل العالم تتفرج علينا وما حدا ما حدا يعني مقدم لنا شيء يرفع الظلم عنا يعجل في انهاء هالحرب.